أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج قوافل العطاء من قناة الأخبار بتلفزيون دولة الكويت، نسعد بلقائكم والحديث عن هذه القوافل، قوافل المساعدات الإنسانية والخيرية التي تنطلق من دولة الكويت إلى شعوب مختلفة من العالم لترفع من معاناة الإنسان وتخفف من الوضع الذي يعانيه هذا الإنسان بسبب الكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان، وهي ظروف تمر بها كل الشعوب. لكن عندما تخرج هذه القوافل إلى دولة قريبة إلى القلب فإنها قوافل محبة وتقدير وتأصيل العلاقة الأخوية من الكويت إلى أخواننا وأحبابنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، لأن فلسطين في قلب كل كويتي. اليوم بمشيئة الله في ضيافة سعادة رامي طهبوب سفير دولة فلسطين في دولة الكويت للحديث معه عن قضايا متعلقة بالشأن الفلسطيني وأيضا الدور والعلاقات الأخوية بين الكويت ودولة فلسطين. فباسمكم أرحب بسعادة السفير، سعداء باللقاء فيك وحياك الله في هذا البرنامج. يا أهلا وسهلا وشرفتونا. سعادة السفير، دعنا نستهل هذا اللقاء بالحديث عن علاقة المحبة والأخوة والتقدير بين دولة فلسطين وأيضا دولة الكويت. يعني هي علاقة يطول الحديث فيها، ونحن نعتبرها علاقة متجذرة، علاقة أصيلة بدأت في بدايات القرن الماضي عندما قام عدد من أبناء الشعب الكويتي بتقديم تبرعات في سنة 1920 من أجل ترميم وفرش المسجد الأقصى المبارك. وطبعا هذه كانت لبنة أساسية من لبنات العلاقات الفلسطينية الكويتية، فيما بعد دعمت أو دعم الشعب الكويتي وحكام الكويت في ذلك الحين دعموا فلسطين في ثورة 1936 ضد المستعمر البريطاني في ذلك الوقت. أيضا انطلقت أولى بعثات التعليم الفلسطينية إلى دولة الكويت في سنة 1936، كانت مؤلفة من 5 مدرسين أتوا إلى الكويت وقدموا خدمات التعليم للشعب الكويتي، وأصبحوا فيما بعد مواطنين كويتيين أيضا. بالإضافة إلى ذلك طبعا دخلنا في نكبة 1948، الكويت فتحت أبوابها والشعب الكويتي فتح أذرعه وقلوبه إلى لإخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني المنكوبين. وما يلفت الانتباه هو أن الكويت لم تعامل الفلسطينيين الذين أتوا إليها بعد النكبة كلاجئين، إنما عملتهم كمواطنين كويتيين، عملتهم بمساواة كاملة مع أبناء الشعب الكويتي، وأصبحوا جزء من هذا المجتمع الكويتي. ثم تأتي عملية إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس أول مكتب للمنظمة في الكويت في عام 1964. زد إلى ذلك أن الكويت كانت الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بالعمل السياسي الرسمي الفلسطيني والثوري في داخل على أراضيها، فكانت نشأة وتأسيس حركة فتح، وأيضا صدور البيان الأول للثورة الفلسطينية من شاطئ الصليبخات بإطلاق الثورة الفلسطينية. كان ذلك في شهر سبتمبر 64، إلا أنه الإطلاق تم أو انطلاق الثورة تم في 1/1/1965. ثم
بدأت دولة الكويت في دعم المجهود الثوري الفلسطيني من خلال تقديم التبرعات للمجهود العسكري. وأيضا الشعب الكويتي لم يتأخر عن تقديم كل الدعم للثورة الفلسطينية في ذلك الوقت، وإلى درجة أنه كان كما تعلم فرضت رسوم على تذاكر السينما من أجل أن تذهب إلى المجهود العسكري الفلسطيني. بعد ذلك أيضا قامت نكسة حزيران 1967 وأعيد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرة أخرى، كان ذلك من الضفة الغربية وقطاع غزة. أيضا الكويت احتضنت موجات من المهجرين قسريا من فلسطين داخل دولة الكويت، وأيضا لم يعامل أي منهم معاملة اللاجئ أو النازح، إنما عوملوا معاملة المواطنين الكويتيين. استمرت الكويت بتقديم كل الدعم المادي والمالي سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي للشعب الفلسطيني وإلى الثورة الفلسطينية، وأيضا المؤسسات الفلسطينية التي كانت قائمة في داخل فلسطين المحتلة منذ النكبة وحتى يومنا هذا. هذا الدعم مستمر، هذا الدعم لم ينقطع في يوم من الأيام، وكانت دولة الكويت من أهم وما زالت من أهم مصادر الدعم للشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي الفلسطيني أم على المستوى الشعبي والأهلي. ونحن نتحدث عن علاقتنا في بالكويت بكل فخر واعتزاز، وإذا ذهبت إلى فلسطين وعرف أي طفل أنك من الكويت ستجد ردة فعل غير طبيعية نتيجة الحب المغروس داخل كل فلسطيني للكويت وشعبها وقيادتها. أهلا، نشكر الكويت وأهل الكويت على مساعدتهم للناس. نشكر الكويت اللي فقدنا في كل حاجة، ألف شكر لها. ونشكر كل من بيساعد الشعب الفلسطيني على مأساه، على الضرر اللي هو فيه، المعاناة، والحمد لله. سعادة السفير، يعني منذ توليك العمل كسفير في دولة الكويت ممثلا عن دولة فلسطين الحبيبة، كيف تصف علاقة الشعب الكويتي مع القضية الفلسطينية وتمسكه في هذه القضية باعتباره أنه يرى هذه القضية هي قضية كويتية بحتة؟ يعني الشعب الكويتي تستغرب أنه بالنسبة له فلسطين خط أحمر وتعني له كما تعني له الكويت. وفي بعض الأحيان هناك من يكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين فيما يتعلق بالانتماء لهذه القضية، الاندفاع نحو دعم هذه القضية، دعم هذا الشعب الفلسطيني. الشعب الكويتي تراه من كبار السن مرورا بالشباب إلى الأطفال، ترى أنه الطفل يعلم عن فلسطين كما يعلم عنها الفلسطيني. هناك تنشئة للأجيال الصغيرة للأطفال على حب فلسطين وحب المسجد الأقصى وحب القدس. وحقيقة يعني منذ وصولي إلى دولة الكويت كسفير لدولة فلسطين وحتى هذه اللحظة ترى أنه الشعب الكويتي هو النصف الآخر من الشعب الفلسطيني أو الوجه الثاني من العملة لعملة فلسطين. وبالتالي أيضا المواقف
الحكومة الكويتية على مدار السنوات وعلى القيادات القيادة الكويتية وجميع الحكام المتعاقبين لدولة الكويت من رحمهم الله ومن يحفظهم الله وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الآن وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. فهذا مبدأ بالنسبة للكويت وبالنسبة لأي كويت تجلس معه أو تجتمع معه تلتقي معه يقول لك نحن بالنسبة فلسطين غرست فينا وزرعت فينا ولا نتخيل يوم من الأيام أن يتغير موقفنا تجاه فلسطين، فهي منا ونحن منها. نعم، أشرت إلى القيادة السياسية. حينما تجلس مع القيادة السياسية يعني مسؤولين في الحكومة وأيضا مع يعني حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، كيف ترى يعني سؤالهم استشعارهم بهذه القضية وأيضا طلبهم إذا أي لأي حاجة أو دعم لهذه القضية؟ منذ وصولي إلى دولة الكويت ومنذ أن قدمت إلى اعتمادي إلى أوراق اعتمادي لحضرة صاحب السمو المرحوم الشيخ صباح الأحمد طيب الله تراه، رأيت مدى الحب ومدى التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وكان منذ اللحظة الأولى للقائي بسموه في ذلك الوقت أي شيء، الكويت بلدك، الكويت الشعب الكويتي إخوانك وأنت بين أهلك، وأي شيء تحتاجه نحن جاهزون. أيضا على فيما بعد حظيت بشرف اللقاء مع سمو الشيخ نواف الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، نفس الشيء، ذلك الرجل العربي الأصيل الذي ترى الانفعال العاطفي أثناء حديثك معه عن فلسطين. وبالتأكيد أيضا حظيت بشرف اللقاء السريع مع حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد يحفظه الله ويرعاه، أيضا بالنسبة له فلسطين هي فلسطين. وكما تذكر في خطاباته التي ألقاها حين كان وليا للعهد وفيما بعد حين أصبح أميرا للبلاد يحفظه الله، كانت فلسطين جزء من خطابه. وأنا دائما أقولها سواء على في الأوساط الدبلوماسية أو في الأوساط الكويتية وأبلغتها لسيادة الرئيس محمود عباس أيضا، بأنه كان أول بند من خطابه الأخير في أمام مجلس الأمة عندما كان هو موضوع فلسطين. وأنا فوجئت، والسفراء اللي كانوا حاضرين الخطاب النطق السامي كانوا أيضا فوجئوا، وبعد انتهاء جلسة الافتتاح في حينها جاءوا لي عدد كبير من السفراء وقالوا لي يعني شيء عظيم أن يبدأ سمو الأمير الكلام بالقضية الفلسطينية. الحضور الكريم، إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة. في كل لقاءاتي مع المسؤولين الكويتيين في الحكومة الكويتية أيضا يكون السؤال ويكون الحرص على معرفة ماذا يحصل في فلسطين، ماذا يدور في فلسطين، ماذا تحتاج فلسطين، وماذا يحتاج الشعب الفلسطيني. فأنت لا تحتاج أن تبذل جهد كبير في الحديث عن القضية الفلسطينية، عن الشعب الفلسطيني، عن ماذا يحصل في فلسطين. أنت عندما تجلس مع المسؤولين الكبار ترى أنهم
جاهزون لأي شيء فيما يتعلق في موضوع فلسطين. وأرجو سمح لي أني أنوه هون أيضا بأن سمو الشيخ صباح الخالد ولي العهد حفظه الله ويرعاه، عندما كان وزيرا للخارجية كان أول مسؤول كويتي يزور فلسطين في سنة 2014 منذ عام 67، وزيارته كانت قصيرة. وعندما أعلننا عن تشكيل لجنة كويتية فلسطينية مشتركة عليا، طلب في حينها أن يكون اللقاء الأول أو الاجتماع الأول لهذه اللجنة في فلسطين، لأنه يريد أن يجلس أكثر في البلد، وأنه تتاح له الفرصة أنه يزور بعض المواقع الأثرية في 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 فلسطين. ف يعني مهما أقول ومهما أتكلم، عندما أكون أنا جالس وجها لوجه مع المسؤولين الكويتيين أحس بكل فخر بأني أمثل فلسطين في هذا البلد العزيز. نعم سعد السفير، السفارة الفلسطينية في دولة الكويت ودورها في قضية التنسيق بين مؤسسات الدولة في الكويت حول المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني، أو في حال يعني الثورات التي تقام لأجل يعني دحر قوى الظلم والطغيان، وأيضا مقارعة العدو الإسرائيلي، فما هي أبرز العمليات التنسيقية التي تتم بينكم وبين مؤسسات الدولة لخدمة هذه القضية؟ حسب العرف الدبلوماسي السائد في جميع الدول، طبعا السفارات تنسيقها يتم مع الخارجية، مع مؤسسات الدولة من خلال وزارة الخارجية الكويتية أو من خلال وزارات الخارجية بشكل عام. ونحن هنا في سفارة فلسطين تنسيقنا، يعني أستطيع أن أقول لك إذا مش يومي لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع إطلاع المسؤولين في وزارة الخارجية على مستجدات القضية الفلسطينية. إذا هناك موقف معين نريده أقوم بالاتصال بمساعد وزير الخارجية المعني في الموضوع والذهاب والاجتماع معه. وأقول لك إياها بكل صراحة، يعني أبواب وزارة الخارجية مفتوحة لي بشكل دائم، ولا أحتاج في بعض الأحيان أني أرسل مذكرات رسمية في لطلب لقاء معين، مجرد اتصال هاتفي، وطبعا أهلا وسهلا فيك يعني على طول. فأيضا عندما تكون هناك موضوع معين يتعلق في الشأن الفلسطيني مع وزارة أخرى غير وزارة الخارجية، نقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لنقل هذا الموضوع أو للاستفسار عن موضوع بالشأن الفلسطيني. وزارة الخارجية وبأسرع وقت ممكن تقوم بتلبية الطلب، سواء كان لقاء أو إرسال كتاب رسمي أو رسالة معينة. التنسيق ما بين السفارة والمؤسسات الكويتية والدولة وحكومة الكويت بشكل عام يتم بشكل سلس جدا جدا وبشكل أخوي جدا. ولا أذكر بأنه يوم من الأيام اضطررت أن أسأل عن موضوع معين أكثر من مرة واحدة. والحمد لله حقيقة يعني تنسيق عالي المستوى، وعلى زي ما قلت لك يعني بشكل إذا مش يومي بكون يوم مرتين أو 3 مرات بالأسبوع. سعادة السفير، هذا التنسيق مع وزارة الخارجية يعطي حقيقة الفرصة يمكن اللقاء مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، مع يمكن الصندوق الكويتي للتنمية، أيضا الجمعيات الخيرية في دولة الكويت. يعني أبرز أوجه التعاون التي تتم مع هذه الجهات، هل هناك مثلا يعني الجهات تطلب أن تقدم نوع من المساعدات أو نوع من المشاريع تخدم إخواننا في دولة فلسطين؟ دعني أقول لك، في بداية العدوان على القطاع المنكوب كانت طواقم الهلال الأحمر الكويتي العاملة في داخل قطاع غزة
أول من تلقى التعليمات من إدارة مجلس إدارة الجمعية هنا هنا في الكويت من أجل تقديم المساعدات لأبناء القطاع. وأنا فوجئت حتى في يعني تقريبا بعد بدء العنوان بأقل من ساعة بدأت طواقم الهلال الأحمر الكويتي في المقيمة في قطاع غزة وهم من الموظفين الفلسطينيين والمتطوعين بفتح مستودعات الهلال الأحمر الكويتي الموجودة في قطاع غزة ولتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع المنكوب. هناك تنسيق دائم ما بين الهلال الأحمر الكويتي وبين السفارة. أنا ألتقي كل فترة وفترة مع معالي الدكتور هلال الساير ومع الأخت الفاضلة مهل برجس من أجل التنسيق فيما يتعلق في تقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة إن كان هناك أي عقبات ممكن أن السفارة تساعد في تدليلها من أجل وصول هذه المساعدات. هناك تنسيق دائم كامل متكامل وأعتقد يمكن على مدار الساعة حتى بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر الكويتي، وأتابع أنا هذا التنسيق وحقيقة هو تنسيق جيد جدا ويقوم بالمهمة بشكل أكثر من رائع. طبعا هناك جمعيات أخرى كما تذكر في بداية العدوان تم إطلاق فزعة لفلسطين قامت بها وزارة الخارجية ووزارة الشؤون بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات النفع العام. أنا حضرت إطلاق هذه الفزعة والجمعيات تسابقت في حينها لم أو جمع التبرعات، ويعني أعتقد وصلت إلى كذا وعشرين مليون دينار بيوم واحد. وهناك يعني التنسيق ما بين الجمعيات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل إدخال المساعدات. وأعتقد أنه دولة الكويت كانت من أكثر الدول التي قدمت حوالي 50 طيارة غادرت من الكويت إلى العريش في مصر ومن ثم إلى قطاع غزة المنكوب، واستمر هذا الشيء. طبعا تذكر قصة الأطباء الكويتيين الذين هبوا للذهاب إلى غزة ومن أجل المساهمة في إنقاذ إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني، ما زالت حتى هذه اللحظة تقوم بنشاطات وأنشطة من أجل إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع المحاصر. السفير، هناك العديد من الشباب الكويتي أيضا مؤسسات المجتمع المدني مهتمين حقيقة بالقضية الفلسطينية وشرحها حق الأجيال والشباب في المراحل الدراسية المختلفة، وأيضا هناك تقام العديد من الأنشطة والفعاليات في مؤسسات المجتمع المدني متعلق بدعم القضية الفلسطينية. حضرتك يعني كسفير مدى انطباعك، وأيضا السفارة الفلسطينية لها مشاركات في مثل هذه مثلا المهرجانات التي تخدم القضية الفلسطينية، ودنا أن نتكلم عن هذا الجانب. يعني شوف ما يلفت الانتباه في الكويت أنه فعلا هناك توجه عام لدى الشباب الكويتي والشباب خلينا نقول الصغير بالسن اللي هم مستوى الطلبة طلبة الجامعات وأيضا طبقة المثقفين الذين يقومون باستمرار
عمل سواء ندوات سواء معارض سواء لقاءات ثقافية من أجل التوعية في القضية الفلسطينية. ونحن سعيدون جدا بأنه من قاد الحملة الإعلامية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة المنكوب وعموم أراضي دولة فلسطين هم جيل الشباب، سواء في كل الدول العربية حتى في الدول الأجنبية أيضا، ولكن هنا في الكويت هذه المعارض أو الندوات التي يقوم بها مؤسسات المجتمع المدني هي جزء من الدعم الكويتي المتكامل للقضية الفلسطينية. وأنت تعلم بأنه التوعية فيما يتعلق في القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بنقل الرواية الفلسطينية وتفنيد وتكذيب الرواية الإسرائيلية، هو موضوع مهم جدا، لأنه أيضا في الكويت هناك عدد كبير من الجنسيات التي تعمل في وتعيش في الكويت، وهذه الجنسيات أيضا بحاجة إلى توعية. يعني أنا أعرف أنه هناك عدد كبير من من يعيشون على أرض الكويت من الجنسيات الأخرى لا يفقه شيء عن فلسطين، وبالتالي نتيجة هذه الندوات، نتيجة هذه المعارض، نتيجة هذه النشاطات المستمرة فيما يتعلق بالتوعية بالقضية الفلسطينية تؤدي إلى معرفة من يجهل في القضية الفلسطينية أن يبدأ بالاطلاع على هذه القضية. وبالنسبة للسفارة، السفارة تقوم أيضا في نشاطات خاصة بالسلك الدبلوماسي تحديدا، وإطلاعهم بشكل يومي على ما يدور في فلسطين حتى يدركوا ويعرفوا ويكونوا في صورة ما يحصل. يعني الكويت تعتبر من الدول التي يوجد فيها عدد كبير من السفارات، يعني هناك بالسفارات في الكويت حوالي 140 سفارة وبعثة دبلوماسية ومؤسسة دولية، وهذا عدد كبير جدا، ونحن نستفيد بها من هذا الموضوع من أجل إبقاء هؤلاء على صورة فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وفي دولة فلسطين. جميل. سعادة رامي طابوب، سفير دولة فلسطين في دولة الكويت، لا شك بأن قبل 7 أكتوبر 2023 كانت هناك يعني توجه من قبل سلطات الاحتلال إلى تهويد القدس وإلى أيضا يعني السيطرة على يعني محيط بيت المقدس والمسجد الأقصى وهذه الأماكن المهمة لنا كمسلمين. كيف تصف يعني المشاريع التي يعني تمت بالتعاون بينكم بين وزارة الخارجية وأيضا يعني مؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الكويت في دعم مشاريع يعني مضادة لهذه القضية، مسألة التهويد في القدس والمناطق المحيطة للمسجد الأقصى؟ شوف، كيان الاحتلال لن يتوقف عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام وتهويد المسجد الأقصى بشكل خاص. وهناك طبعا عدد كبير من الانتهاكات اليومية والاعتداءات على القدس وتحديدا داخل أسوار البلدة القديمة منها، وهي الجزء الذي يركز عليه الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة الاستيلاء على كل ما هو عقار فلسطيني، سواء منازل سواء
محلات تجارية أو غيرها. طبعا هذا متابع بشكل جيد من قبل وزارة الخارجية الكويتية حقيقة. وأيضا إن احتاج الأمر أنه هناك معلومات يجب أن يعرفوها أقوم بإبلاغهم فورا فيها. مساهمة التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشكورة ومقدرة جهودها هي البدء بإعادة تأهيل عدد من المحلات التجارية داخل أسواق البلدة القديمة من القدس، ومن أقدمها هناك سوق اسمه سوق اللحامين. هذا من أقدم الأسواق داخل البلدة القديمة في القدس. قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق معنا وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بالمساهمة في ودعم عدد من أصحاب المحلات التجارية هناك، وأعادوا فتح محلاتهم. نتيجة الحصار المفروض على الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، أدى ذلك إلى انحسار الحركة التجارية داخل القدس، ولم يؤدي إلى تقليل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار الفلسطينيين، وبالتالي تراكمت عليهم الديون، تراكمت عليهم الضرائب، وأصبحوا لا يستطيعوا إعادة فتح محلاتهم. هذه المبادرة التي قام بها الهلال الأحمر ساهمت بالبدء بعملية إنعاش للاقتصاد الفلسطيني داخل أسواق البلدة القديمة من القدس. أيضا هناك دور للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برئاسة المستشار الدكتور عبدالله المعطوق، وهي أيضا لها جهود مشكورة في هذا المجال فيما يتعلق بالعمل على حماية وإنقاذ، محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل مدينة القدس من التهويد. جميل. سعد سفير، هل هناك مشاريع أخرى يعني تركز عليها الجمعيات أيضا والمؤسسات الخيرية من دولة الكويت تركز عليها في فلسطين وفي أماكن متعددة؟ طبعا هناك مشاريع كثيرة تقوم بها أو تقام في أراضي دولة فلسطين المحتلة، تدعم من قبل الجهات الكويتية. طبعا لا ننسى دور الصندوق العربي، صندوق التنمية الكويتي. أيضا هناك مشاريع هائلة يقوم بدعمها صندوق التنمية الكويتي. وتذكر بأنه في 2014 في أعقاب أحد عدوانات الإسرائيليين على قطاع غزة عقد مؤتمر في القاهرة، وتعهدت الكويت وقتها ب 200 مليون دولار، وتم الالتزام، التزمت الكويت بهذا المبلغ، وتم إعادة تأهيل شبكات المياه والمجاري، طرق وشوارع، أيضا عدد كبير من المنازل تم إعادة تأهيلها أو ترميمها أو إعادة بنائها. حتى هناك أيضا مشاريع جمعية النجاة الخيرية تقوم بعمل أعمال رائعة داخل فلسطين، وكفالات الأيتام، دعم الطلبة، عدد كبير من المشاريع. ويعني أقول لك، أرجع أقول، الكويت واحدة من أهم الداعمين لفلسطين من كل النواحي وعلى جميع الأصعدة. نعم، أشرت إلى الدعم التعليمي سعادة السفير، وهو أيضا من الجوانب المهمة في يعني إنشاء المدارس أو الجامعات أو غيرها من المؤسسات التعليمية. ونعلم بأن يعني هذا الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر أضر بالعملية التعليمية، واستهدف العديد من المدارس، واستهدف الكثير من الجامعات في قطاع غزة أو في مناطق أخرى من فلسطين العزيزة. تداعيات حقيقة هذا الاعتداء على
المدارس والجامعات ومحاولة حقيقة يعني طمس أهمية التعليم ويعني انعكاسها في رفع مستوى الإنسان. هذا الهجوم الشديد على العملية التعليمية المنظمة. قام بتدمير كل البنية التحتية التعليمية في قطاع غزة كلها دون استثناء، لم يترك روضة، لم يترك مدرسة، لم يترك جامعة إلا ودمرها. وأيضا دائما هناك في 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 مناطق الضفة الغربية هناك في قرى نائية نوعا ما، وتقوم حكومة دولة فلسطين بالتعاون مع المانحين بإقامة مدرسة ولو صغيرة في هذه المناطق النائية من أجل التعليم. يأتي جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال بتدمير هذه المدارس. أيضا سلاح التعليم بالنسبة للشعب الفلسطيني هو أقوى سلاح، وأنت تعلم أنه فلسطين أقل نسبة أمية في العالم أعتقد، ولكن في العالم العربي هي أقل نسبة أمية موجودة في فلسطين، وأكبر نسبة تعليم مقارنة بعدد السكان في فلسطين. وبالتالي إحنا بالنسبة لنا كشعب محتل التعليم أولى أولوياتنا، والتعليم هو أحد طرق نضالنا ومقارعتنا لهذا الاحتلال. وبالتالي يعلم تماما هذا الاحتلال بأنه تدمير هذا الكم الهائل أو تدمير البنية الكاملة التربوية والجامعات في قطاع غزة هذا من أولى أولوياته. ونحن الآن سنة كاملة متوقف التعليم، وبالرغم من ذلك هناك عملية تعليمية بطيئة تسير في الخيام التي يعيش فيها أبناء القطاع المنكوب حاليا، لأنه نحن ندرك تماما بأنه هذا الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نتخلى عنه، وهذا الشيء الأساسي اللي بركز عليه الاحتلال أنه ينهيه، أنه يجهل الشعب الفلسطيني، ولكن لن ينجحوا إن شاء الله بهذا. نسأل الله أن يخزي هذا العدوان والكيان الصهيوني ويدحره، لكن في حال توقف هذا العدوان سعادة السفير، هل هناك خطة لعودة التعليم وأيضا إعادة إعمار ما يمكن يعني البدء به من الأولويات التي يحتاجها أخواننا في فلسطين؟ نحن في الحكومة خططنا جاهزة للتنفيذ والتطبيق. هذه الحكومة الجديدة التي رأسها دكتور محمد مصطفى منذ تأسيسها وتشكيلها، بما أنها جاءت في هذا الوقت العصيب، تم تشكيل أو إعلان وزارة الدولة لشؤون للإغاثة، وهذه هدفها الوحيد هي تحضير المشاريع من أجل إعادة الترميم، من أجل إغاثة المساعدة في إغاثة القطاع المنكوب. وحين تتوقف هذه الحرب فالحكومة جاهزة من أجل البدء فورا بتنفيذ إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله، وطبعا البدء من جديد في بناء المدارس والجامعات والمستشفيات وإلى آخره. فلا نحن جاهزون ومستعدون لليوم التالي لهذه الحرب على أن تتوقف إن شاء الله بمشيئة الله. كيف يتم التنسيق لإيصال مساعدات
وإدخالها إلى غزة وأيضا الأماكن الأخرى في فلسطين الحبيبة في ظل هذا الحصار سعادة السفير؟ هل هناك مثلا تقصد بعد في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي التنسيق يتم ما بين المؤسسات الخيرية في الكويت، كنت تقصد الكويت، ومن خلال الهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن، لأنه أصبحت المعبر الوحيد الذي المفتوح بين لفلسطين على الخارج هو من خلال الأردن، وبالتالي تقوم الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الفلسطيني في فلسطين، ويتم إدخال المواد الإغاثية أو الدواء من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن. ولكن بالرغم من هذا هناك عصابات من المستوطنين، لأنه المسافة ما بين الحدود الأردنية وقطاع غزة هي أبعد بكثير من الحدود ما بين مصر وفلسطين. تقف عصابات من المستوطنين في الطرق المؤدية إلى قطاع غزة، وتقوم بإتلاف هذه المواد أو تقوم بالاعتداء على الشاحنات نفسها، ومحاولة إيقاف هذه المساعدات وعدم وضمان عدم إيصالها بالضبط صح لإخواننا في فلسطين. هذا التصعيد حقيقة يعني يضر حقيقة بالوضع لإخواننا الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني. سعد سفير، هل هناك أيضا فرصة لإخراج مثلا الجرحى أو الذين يحتاجون إلى علاج طارئ، خاصة وأن المنظومة الصحية مستهدفة في فلسطين؟ إخراج الجرحى حاليا من أجل علاجهم في الخارج لابد من موافقة الاحتلال الإسرائيلي عليه، لأنه هو اللي يسيطر على كل شيء أصبح، وهناك بعض الدول العربية التي وغير العربية التي استطاعت من خلال اتصالاتها وعلاقاتها إخراج عدد من الجرحى، ولكن الغالبية العظمى لا تستطيع. نعم. سعد سفير، كيف تصف لنا الوضع الصحي في غزة وأيضا؟ منظومة الصحية منهارة تماما في قطاع غزة، يعني قاموا أبناء القطاع المنكوب بإصرار وعزيمة كبيرة وإعادة تأهيل بعض أقسام المستشفيات، ومنها مستشفى قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ولكن هذا لا شيء. نحن حاليا لا نستطيع تطعيم أطفال قطاع غزة من ضد شلل الأطفال بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي عملية التطعيم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. سعادة رامي طهبوب، سفير دولة فلسطين في دولة الكويت، لقد أثبت الأطباء كما أشرت في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب تدهور المنظومة الصحية، ورأينا حقيقة يعني استبسال من قبل الأطباء وأيضا المعالجين والممرضين ومن يعمل في هذه المنظومة الصحية، بالإضافة إلى أخوانهم من دول مختلفة ومن ضمنها الفرق الطبية في دولة الكويت. كيف تصف لنا يعني هذا الاستبسال في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاج جرحى وأيضا مرضى، ويعني وفق الظروف والإمكانات المتاحة لديهم؟ هذه إنسانية الطبيب، و الكل موجود تحت هذا العدوان وهذه الأبادة الجماعية، وبالتالي لم يجد الأطباء بدا إلا أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين. وكما ذكرت هناك طواقم طبية من دول أخرى حاولت وعملت وضحت واستبسلت من أجل
إنقاذ إخوانهم في فلسطين. وأنا أذكر مرة أخرى الطواقم الطبية الكويتية التي ساهمت في العدد كبير من العمليات الدقيقة والمعقدة، وهم ضحوا بأرواحهم وحملوا أرواحهم على كفوفهم من أجل إنقاذ إخوانهم في قطاع غزة. وبالتالي أبنائنا وأبناء الشعب الفلسطيني من الأطباء هم لا يقلوا عن أي شخص يحمل ذرة من الإنسانية، من أنه يفعل كل ما يوسع من أجل إنقاذ الجرح والمصابين. هؤلاء إخوانهم أبنائهم، وعدد كبير من الأطباء دخل على أساس إنقاذ شخص جراحه خطيرة يكتشف أنه أخوه أو ابنه، وأمثلة كثيرة على ذلك. فالشعب الفلسطيني كتبت عليه التضحية من أجل وطنه، ويقدم كل ما الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. سعادة السفير، لقد أثبت الشعب الفلسطيني مما رأيناه وأيضا عايشناه مع هذه القضية العزيزة على قلوبنا، هي القضية الفلسطينية والباقية في أنفسنا، وما زلنا حقيقة يعني نعتبرها قضيتنا الأولى. لقد أثبت الشعب الفلسطيني بأنه قوي وقادر بأن ينهض من تحت الركام ليعيد بناء فلسطين بمشيئة الله، وهذا أمر حقيقة يخزي الكيان الصهيوني ويدحره. ماذا تقول في ختام هذا اللقاء سعد السفير؟ الشعب الفلسطيني كطائر الفينيق ينتفض من بين الرماد، والشعب الفلسطيني صاحب حق، صاحب قضية عادلة، ودائما صاحب الحق لابد أن ينتصر. نحن شعب تعرضنا للظلم، نحن شعب في أرضنا منذ آلاف السنين، وهذا الاحتلال هو احتلال تم زرعه في 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 أرضنا وفي بلدنا. وكما نقولها دائما، في النهاية لابد للقيد أن ينكسر، ولابد لليل أن ينجلي. وإن شاء الله يعني بدعم وإسناد الشعوب العربية والدول العربية، لأنه يبقى العمق العربي هو عمقنا الاستراتيجي الوحيد، بإذن الله سنخرج من هذه الكارثة والنكبة الجديدة، ونقيم دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس إن شاء الله بإذن الله تعالى. سعادة رامي طهبوب، سفير دولة فلسطين في دولة الكويت، نشكر لكم يعني هذه الاستضافة في مقر سفارة دولة فلسطين في الكويت، وإن شاء الله نرجو لكم التوفيق والسداد. شكرا جزيلا، وكل الحب والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا، والله يحمي هالبلد. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قوافل العطاء، وتبقى القضية الأولى بالنسبة للكويتيين هي القضية الفلسطينية. إلى اللقاء.